انا بسال، لا موضوع هل اخلاقي من هو حق بالاساس. البنت انها تسهر بره وترجع من بره وتتاخر وتروح رحله؟ ما تعلقليش على البذائه، مش بنتكلم على البذائه، بتكلم هل من حق محمد الشابه كل تصرف خارج، اسمعيني، كل تصرف خارج هو من صنفه غلط. وايه الخارج في السهر؟ بس هقول لك، لا ايه الخارج في السهر؟ مو مش هنيك انا جايتك بالحكي، لا تقطع الكلام، اسمعني لاكمل لك. كل تصرف خارج هو غلط، تمام، سواء عمله شاب او ماشي. عملته بنت. نقفل دي بقى. لا 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 بس كمل لك. لكن هلا هو انه له حق ما له حق، كل انسان له حر بيعمل اللي بده اياه، بيحكي اللي بده اياه، وبيلبس اللي بده اياه، وبيعمل اللي بده اياه، هو حر بتصرفاته. لكن هل تصرفاته صح او غلط هو يعني بتقدر انت تصنفها، لكن ما بتقدر انت تقول له لا تسهر او انت لا تروح او لا تحكي. هو عم يحكي عن انت لا ليه تحكي. بتعممي لا تروحي. لا ما بقولش لا تحكي، لا تروحي، لا تسهري. لا انا بحكي عن الولد عادي جدا يخرج ويسهر ويرجع. لا. يعني يخرج الساعه 10 بالليل. لا. لا. ما يخرجش 10 بالليل. لا 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 شاء لا الله. مش عادي. لا 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 لي ولا ليها. لا لا انا ابني اذا انا عندي ولد، انا اذا ابني بده يطلع الساعه 10 من البيت ويرجع لي مثلا الساعه 1 2، انا وين دوري كأم؟ ليش بده يطلع الساعه 10؟ اه يعني ده ابنك من المغربيه يروح. لا هلا ما هلا في عندنا تماما. هلا هذا بالنسبه للمغربيه، نحن انا ربيت ببيت مثلا انه لا انه اذان المغرب بس يقول الله اكبر، نحن بدنا نكون بالبيت. هذا الموضوع لا انتوا عشان بنات. ايه لا لكن الولاد برضو الساعه 10 هو انا ما عندي اخوات شباب. لا يعني خلينا البنات عادي. بس لا 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 بس انا ستي الله يرحمها كان عندها 12 ولد، 8 منهم ذكور والباقي بنات، 12 كلياتهم الله اكبر قال 12 موجودين بالبيت. ما هو ده اللي بساله يا كاتيا، الزمن اختلف. هل الزمن اختلف؟ الزمن اختلف طبعا طبعا. الزمن مش كل التربية بقى، مش تقول لي كان موجود وما كانش موجود. هو كان موجود انك انت كان موجود انك انت تخرج من البيت الساعة 10 بالليل. انا عم بحكي عن موضوع البنات كيف بتحكي، حتى لو عم نتكلم شفنا الافلام. لا انا بتكلم على بشكل عام. لا طبعا ما كانت البنت، كانت البنت اصلا ما كان في وسائل مواصلات تقدر تحلى. هلا في عندك اوبر وكريم وبتقدر تطلع بتقدر ترجع الساعة 1. بس انا مش بتكلم على الالفاظ، بس انا بتكلم على الشكل كله، الالفاظ، خروج البنت، القعده على الكافيه، الذهاب في رحلات مع اولاد وترجع طبعا تاني. لا الوضع صار مختلف، صار تقدر عم تعمل هذا الشيء بشكل كثير، حتى صار مقبول اجتماعيا يعني. وانت قبلها؟ لا هلا مو موضوع قبلها، انا اذا كانت بنتي لا ما بخليها. ليه؟ بس هلا هلا اما بخليها تتاخر طبعا، ما بخليها تتاخر. طب لا هي ولا هو. ليه يعني انا لا ابني بخليه يتاخر ولا بنتي بخليها تتاخر؟ لا سيبك من ابنك. لا ولا انا بتكلم على بنتك. حتى ابني هلا جيبه خليه يسمعها. ليه 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 ليه, ليه ما تخليش بنتك تتاخر؟ لا هو مو موضوع تتاخر، اذا انا حتى بعرفها مع وين موجوده وفي وسيله مواصلات توصلها ومع مين رايحه، بجوز هي رايحه بحفله فرح مع رفقاتها. ما عندي مشكله ولا هو، انا ما عندي ثقه بالمجتمع. عم بحكي بشكل عام انه انا ما عندها هي هذا الاوردر مفتوح انه انت ما بدك ترجعي على البيت، لكن في عندها ظرف رايحه لعند مشوار معين. تمام. لكن في القاعده العم الأساسية لا هو ولا هوية مثل بعضهم. لا طبعا لا. حتى الشاب بخاف عليه أكتر. ايه نعم. هلا يعني انت ابنك تلبسيه هلا عليه اكثر. هلا ايه الشاب بنخاف عليه اكثر، بنخاف عليه من الشذوذ، بنخاف عليه من المخدرات، بنخاف عليه من المشروب، بنخاف عليه ما يجيب شي مصيبه مع شي بنت. لسه البنت عندها خلينا نسمع بنتي بتحكي.